حقيقة. يعني كما تعلمون أن سونالغاز هي شركة مواطنة. اليوم الدور اللي تلعبه في سونالغاز في المجتمع يعني الجزائري دور كبير، بما أنه برنامج السيد رئيس الجمهورية يرتكز أساسا يعني على عنصر الطاقة. اليوم كنت تحدثوا على ربط المناطق المعزولة، اليوم يعني الحمد لله يعني ما بقي إلا القليل وقليل جدا، بما أنه كل المواطنين يعني حتى في يعني قمم الجبال يستفيدون من طاقة كهربائية ذات جودة عالية. نتكلم اليوم على ربط أكثر من 65 ألف مستثمرة فلاحية، يعني قرارات جد رشيدة من السيد رئيس الجمهورية لليوم يعني أعطاء الكهرباء لكل الفلاحين من خلق ثروة اليوم، ثروة نسموها الأمن الغذائي في وطننا. أيضا ربط المناطق والصناعية إلى المناطق النشاطات، اليوم تقريبا تعدينا 80% من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات يعني زودت بالكهرباء وأيضا بمادة الغاز. يعني ما بقي اليوم إلا أنه المستثمرين يعني الجزائريين يقوموا بإنجاز المصانع تاعهم ويعطوا ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني.